شكرا علي تسلم الايادي شيف. اليوم معنا مصممه ازياء انتقلت من عالم البنوك والحسابات الى عالم الازياء. ما كان سهل بس شغفها ساعدها في تحقيق حلمها. اليوم معنا المصممه داليا العلي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي داليا. صباح النور حبيبتي. ثانك يو فور هافينج مي وينعاد عليكم يا رب. حبيبتي نورتينا اليوم. واللي حلو في الموضوع مشاهدينا انه انا داليا اعرفها من سنه 2013 داليا بدات مسيرتها وافتكر قالت لي كيف هي فعلا سابت البنك وبدأت اللاين حقها. فأول شيء خلينا نتكلم على الكولكشن الجديد وإيش محضر 2019. سو هلأ بعدني مخلصة الأوتوم وينتر 19، هلأ صورناه الأسبوع الماضي وهو كان الانسبيريشن تبعه مستوحى من السيفنتيز الديسكو. سو كل شيء كان بيلمع فيه كتير ألوان، الفوسفوريك، الأخضر، الذهبي، البينك اللي بيلمع، الميتاليكس. هيدي كانت الكولكشن مثل ما بيقولوا فن وخفيفة وغير عن التيبكال دي باي داليا كولكشنز. قاعدين نشوف شوية صور حتى طريقة التصوير مختلفة. صح، لكن خلينا نعرف إيش الأقمشة اللي اخترتيها كمان. أوكي، سو كتير استعملنا من السيكونس لأنه هلأ كمان بتعرفي دارج كتير هالسنة هيدي القماشة، واستعملنا الأورغانزا وال يعني a mix of مثل ما بيقولوا stretch metallic. جميل جدا داليا. انا بصراحه ما راح اسالك عن الجانب التصميم بس عندي سؤال ثاني لك، يعني شنو السبب اللي خلاك انك انت تبتعدين عن عالم المال والبنوك وتدخلين في يعني مجال مختلف كليا اللي هو التصميم وتدرسين التصميم من البدايه؟ اوكي، سو بس كنت عم بشتغل بالبنك بتقريبا 2008 حبلت بابني ركان وما تركت البانكينج. بعدين 2009 حبلت بابني الثاني. سو بس صار عندي ولدين صرت حاسه انه كثير صعب اركز بين تو كيدز وشغل مثل انفستمنت بانكينج، لانه بتعرف انفستمنت بانكينج هي مش بس وظيفه، هو ستريسفل. سو وصراحه الاولاد احلى عمر هن وصغار، سو كنت حابه انبسط معهم. فقررت اقعد سنتين بالبيت على اساس ارجع للبنك وللانفستمنت بانكينج. بعد سنتين رحت لانترفيو ولاحظت انه انا شخص ثاني، انه ما في ارجع لهيك سيريس جوب، بدي شيء بنبسط فيه وبحبه. وانا كان اكثر شغلتين بحبهم بحياتي طول عمري انه البس الثياب والورد. سو كانت بين انه اعمل شيء بالورد ولا اعمل شيء بالتياب. طبعا لاني بحب التياب كثير رحت على التياب. والورد واضح ما شاء الله. جمعت الاثنين مع بعض. جمعت الاثنين. بس تعرف علي يمكن اغلب الامهات اللي اشتغلوا قصتهم قريبه من قصه داليا، لانه انا نفس الشيء، انا دارسه تصميم جرافيكي ودخلت الادفرتايزنج بعدين جبت ملوكي وقلت اقعد في البيت وفجاه صرت في الاعلام. مو فجاه بس يعني في خطط وفي خطوات صارت لما انا والله الله يسر منك يا داليا. الحين في واجد يتابعونا شكلهم بيغيرون رايهم شغلهم. ليش لا؟ المهم انك انت تلاقي شغفك. داليا قد ايش مهم انك انت تعملي فاشن شوز، تعملي بي ار للبراند وكمان تلبسي انفلونسرز وبلوجرز؟ هلا طبعا هيدا بيكون من اهم قصص البراندز بيطلعوا عليهم وبيركزوا عليهم كل سنه، اللي هو الماركتينج. ماركتينج هو اهم شيء بالدنيا. بس انا كيف بعمله طريقتي، بجرب دائما استعمل الناس اللي هن مثل البنت الجيران زي ما بيقولوا، يعني دائما بحب البس بنات طبيعيين، بنات بالانفايرمنت مثل ما قلتي، ممكن يكونوا انفلونسرز او بلوجرز. ما كثير بركز على تلبيس السليبرتيز لانه بلاحظ انه السليبرتي هي بس تلبسيها اتس مور مثل اسم بس ما بيعمل بيع، ما بيعمل سيلز، لانه الناس بس تشوف ممثله لابسه فستان بقول لك هي ممثله، انه هذا فستان لممثله مش لإلي. طب بس داليا انت ليكي سنين كمان ما فتحتي بوتيك، ليش وكيف بتبيعي طيب اذا انت بتركزي على السيلز؟ هلا اكثر شيء عم بيع عن طريق الانستغرام طبعا وعن طريق المحلات. سو انا بعطي محلات مثل اوناس دوت كوم، مثل هارفي، اذر ديبارتمنت ستورز، وبيع عن طريق الانستغرام لانه اتس ذا بيست تكنيك رايت ناو. ما بفتح بوتيك لانه الناس بكل العالم بكام مور
it's more convenient مريح لهم أكثر إنه يطلبوا أونلاين أو يطلبوا السواق يجيب لهم القطعة على البيت يقيسوها. ما بقى حدا بده يروح على محل أو على المول. صح، بس إحنا داري اليوم بداية الحلقة كنا نتكلم إنه في كثير من الناس مع بداية السنة دائما يكون عندهم مثلا أفكار جديدة أو طموحات أو مشاريع يبون يسوونها، لكن مع مرور الوقت شوية كذا تواجههم صعوبات ويوقفون. أنت البداية هل كانت صعبة بالنسبة لك وكيف استمريتي؟ والحمد لله يعني ما شاء الله عليك الحين في مجال النجاح ما شاء الله. تسلم. هلا الصراحة أنا كانت كتير طبيعية التريب تبعيتي، سو بس بلشت ما كنت حاطة براسي تصير البراند كبيرة ويكون عندي مكتب بديزاين ديستريكت، ولا إنه تكبر البراند وروح على لندن وأعمل فاشن شو بلندن. كانت فكرتي إنه مرة بدها تسلي حالها وتعمل باشن وبلكي بلاقي وظيفة بالفاشن. يعني كان هيدا أول شيء فكرتي، كنت حابة يكون ستايلست أو حابة يكون باير بشي بوتيك. بس اللي صار إنه لا، الحمد لله البراند عملت منيح و it made it a business. يعني it started with a passion، شغف لإلها، وهلأ صارت وظيفة ومؤسسة. طب داليا، أنت ذكرتي لندن فاشن ويك، إيش خبرتك هناك؟ إيش عملتي وقد إيش زاد من قيمة البراند؟ أوكي، سو هلأ لندن فاشن ويك كانت أحلى إكسبيرينس إلي. أول شيء كحلم بنت صغيرة إنه يكون عندها فاشن شو لإلها كان حلم تحقق. تاني شيء الإكسبيرينس إنك تتعاملي مع برودكشن مودلز رانوي بلندن was a very nice experience. ما كان في ستريس؟ يعني أنت طلعت من الباكينج عشان تخف الستريس؟ طبعاً لا لا، والفاشن فيه ستريس، يعني ما حدا فيه لك بس مش ستريس، هو بس الفاشن هو إذا أنت كتير بتحبيه بتكون ستريس. إذا أنت عم تعمليه بس هيك you won't get stressed. طبعاً. بس لندن شو زادت أكتر شيء؟ أول شيء الخبرة، تاني شيء الفكرة إنه I won a fashion show بلندن فاشن ويك. It proved إنه البراند صارت براند عالمية و ticked all the boxes. يعني أنا I print my own fabric، أنا بعمل الديزاين لقماشة، أنا بعمل القماش، سو ما بشتري حتى القماش جاهز إلا لشوية قماش، يعني بخلط. بس خلص صرت بعرف أعمل كل شيء من A to Z، especially إنه I only studied it one year in London Fashion Week، so I didn't do the full fashion design courses. ما شاء الله عليك دالي، إحنا جدا مبسوطين إنك موجودة معنا ونتمنى لك كل التوفيق في البراند وكمان في الكولكشن اللي شفناه اليوم. Thank you. شكرا على تواجدك ونشوفك المرة الجاية. Thank you so much.